هل بنيامين نتنياهو بيسعى جاهدا لإفشال المقترح الأمريكي، لو حبينا نسميه المقترح الأمريكي، أو الورقة الأمريكية برضو لو حابين نسميها الورقة الأمريكية؟ خليني أفهم أكتر من السيد أكرم عطلة، طبعا الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني المعروف، محدثنا من لندن. أهلا بيك سيد أكرم. أستاذ يوسف مساء الخير. مساء النور، منورنا. مساء النور لك ولجميع المشاهدين. الله يخليك سيد أكرم. ما الذي يريد نتنياهو تحديدا الآن؟ يستخدم مصطلحا جديدا، إنهاء القدرات، قدرات حماس عسكريا وحكوميا. ما الذي يريده خاصة مع استخدام مصطلح حكوميا؟ حكوميا يقصد الجانب الإداري، قدرة حماس على أن تبقى تدير قطاع غزة، ولم يعد بالإمكان بالنسبة لنتنياهو وحكومته قبول حركة حماس. يقصد عسكريا وحكوميا وإداريا، هكذا يقصد. عظيم. حتى الآن تقول إسرائيل أنه هي ذاهبة باتجاه تحقيق أهدافها، وفي كل مرة يقول نتنياهو، أنا أذكر أستاذ يوسف إذا ذاكر من شهرين أو ثلاث شهور كان يقول نحن قريبون جدا من النصر. صحيح. والنصر قاب قوسين أو أدنى. ثم الآن تساحي هانيكبي مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يقول أنه بالأول أمس قال أنه إسرائيل بحاجة إلى 7 أشهر حتى تنهي هذه الحرب، أو تحتاج لتحارب 7 أشهر أخرى. 7 أشهر يعني تحتاج إلى حتى يناير من مطلع عام 2025، ويمكن لنا أن نخمن لا تحتاج إلى محلل سياسي ذو خبرة حتى يقول أنه حتى يتسلم دونالد ترامب الحكم، حينها يكون قد غادر الرئيس بايدن الإدارة الديمقراطية التي ظهر بعض التباينات بينها وبين حكومة بنيامين نتنياهو، وبالتالي يأتي بايدن. حينها كان الرئيس ترامب اللعوبة، هكذا يمكن وصفه، بيد نتنياهو، وبالتالي ممكن تعود هذه اللعوبة. حينها لا يبدو هناك في الولايات المتحدة في واشنطن من يسأل عن اليوم التالي، أو يسأل عن مسار سياسي، أو يسأل عن حل دولتين ولا دولة فلسطينية أو غيره. هل يستطيع بنيامين نتنياهو أن يطيل أمد الحرب بالمخالفة، أو رغما عن أنف واشنطن وحتى كافة الأطراف الضالعة في هذه المفاوضات وهذه المباحثات؟ شوف أستاذ يوسف، نحن أمام شخصية يبدو قراءتنا لها لم تكن بالقدر الكافي. نحن أمام حالة يمثل داهية كبيرة اسمها بنيامين نتنياهو، هذا اللي تسلم حكم إسرائيل في منتصف الأربعينات، تفوق على قيادات الليكود التاريخية من الذين ساهموا بتأسيس دولة إسرائيل، هذا الذي كلما قاربنا على تأبينه سياسيا يعود من جديد، هذا الذي قال عنه الصحفيون الإسرائيليون يسير بين حبات المطر ولا يبتل، وقالوا عنه كالساحر الذي لا يتوقف عن إخراج الأرانب من أكمامه. وفعلا نحن أمام داهية، ماكر، خطير وخطير جدا، متآمر من الطراز الرفيع، كذاب، كاذب، يكذب كثيرا، هكذا قام شركائه من ضمنهم سموتريتش. في تسجيل طلع من سموتريتش يقول نتنياهو كذاب ابن كذاب، هكذا سموتريتش كان يقول عنه. ومع ذلك هذا كان أثناء مفاوضات تشكيل الحكومة، يعني سرب هذا الشريط، بمعنى أنه أمام رجل خطير تمكن من تحدي العالم، تمكن من تحدي العرب، تمكن من تحدي الأوروبيين، تمكن من تحدي الرئيس الأمريكي، تمكن من تحدي الشارع الإسرائيلي، تمكن من تحدي المعارضة الإسرائيلية، تمكن من تحدي أقطاب حزب الليكود وانتصر عليهم. لو كان رجل آخر غير بنيامين نتنياهو لغادر الحكم أو لانهار في 7 أكتوبر، ولم يكن ليصمد شهر واحد، هذا تمكن من الصمود وتمكن من التقدم باستطلاعات الرأي العام. بالمناسبة آخر استطلاع قبل 3 أيام، من هو الأنسب لرئاسة الحكومة؟ يجيب الشارع الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبالنفس الاستطلاع اللي كان ب 8 أكتوبر و 10 أكتوبر 15 في شهر أكتوبر 41 مقعد من 120 لبني جانز مقابل 18 و 17 و 16 مقعد لبنيامين نتنياهو، الآن 25 بني جانز 21 نتنياهو، خلص الفجوة إلى حد كبير، وربما بمكره الزائد
يدفع بغانس ليخرج من الحكومة، لأنه اكتشف أن مجيء بني غانس للحكومة أضر به، وارتفعت أسهم غانس لأنه ظهر أمام الشارع الإسرائيلي أنه مسؤول وكبير بني غانس، ولم ينجر إلى صغائر الأمور وجاء لينقذ الدولة، وبالتالي شعبيته ارتفعت في الاستطاعات. اكتشف نتنياهو ذلك فبدأ يستفز بني غانس ويهين بني غانس، ولم يمول رحلته إلى واشنطن ولم يشاركوا في الكثير من اجتماعات مجالس الحرب، وبالتالي هو يدفع للخروج حتى يتجفف، يتم تجفيف بني غانس ويعود بنيامين نتنياهو. إذا نحن أمام رجل، أنا أعطي هذه الأرضية، وفي كثير مما يقال عن طفولة نتنياهو وشبابه وإدارته ودهائه ومكره، وكيف كان لا يكف عن التآمر حتى يصل إلى أين يريد وينجح إلى أين يريد. نحن أمام رجل على درجة كبيرة من الخطورة، الآن مستعد للتحدي لكل العالم، وكل أسف خدع الجميع، وكل أسف أنه كل القيادات اللي عملت معاه لم تكن بمستوى دهاء وذكاء بنيامين نتنياهو. علينا أن نعترف، بايدن سقط في شبكة اصطاده بنيامين نتنياهو، اصطاده وما أخدش ما أخدش بايدن كثير من الذكاء مع نتنياهو حتى يعني يؤهله للإسقاط ويستدعي صديقه دونالد ترامب، وهي بده يروح على الكونغرس يلقي خطابه. اصطاد بايدن، جر بايدن إلى حرب مجرمة، جر بايدن إلى أن يكون شريكا في الإبادة. بايدن كان غبي، المؤسسة الأمريكية كانت مؤسسة دون مستوى نتنياهو، جرها كلها لتذهب باتجاه، جر الحزب الديمقراطي كله وعمل شقاق في الحزب الديمقراطي وجره كله ليخسر، وسيخسر بايدن، وواضح أنه راح يجيب صديقه ترامب. بالتالي أنه يطيل أمد الحرب، عودة لسؤالك أستاذ يوسف، أنه يطيل أمد الحرب، نعم من تمكن من إطالة أمد الحرب لثمانية أشهر حتى الآن، وحتى الآن وكان هو في كان تلكؤ متعمد يوسف، يعني لو تابعنا وكنا بنراقب، حضرتك بتراقب وأنا وكل الأخوة والزملاء والصحفيين بتفاصيل يوم بيوم. يوم 28 بنيامين نتنياهو دخل بري، في اليوم 47 كان مخلص المنطقة الشمالية بري وعقدت التهدئة، بمعنى أنه من 28 ل 47 إحنا نتحدث عن حوالي 20 يوم. 20 يوم كان بنيامين نتنياهو المنطقة الشمالية كلها مجتاحة، مدينة غزة ومستشفى الشفاء، مستشفى المعمداني والصبرة والزيتون والشيخ رضوان والنصر صحيح والشاطئ قطعت، خلصوا من 20 يوم. في خان يونس 15 أشهر، واستمر يعني يستمر نتنياهو في المماطلة 5 أشهر يتلكأ في خان يونس، وبعدين رفح منذ شهر فبراير وهو يتحدث عن رفح 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 ولم يكن يريد أن يدخل رفح، كان بيجهز رفح أنه يدخلها مع المنتصف أو نهاية الصيف. وأذكرك والسادة المشاهدين أستاذ يوسف، لماذا دخل رفح مع الرفح؟ لأنه يومها كان يجب أن يرد على صفقة قدمت حركة حماس موافقتها فحشرته، صحيح أنه إما أن يقول نعم أو لا. فاجأنا كله ودخل رفح، دخل رفح يعني فجر المفاوضات بطريقة ماكرة جدا ما حدش توقعها، كلنا توقعنا أن يقول نعم أو يقول لا، وكان التقدير أن يقول لا، وهذه ستصنع له مشكلة. وكنا نتابع ونحلل وبدنا نقدر ماذا سيحدث في الداخل الإسرائيلي عندما يقول نتنياهو لا، بني غانس راح يطلع الشارع الإسرائيلي، راح ينفجر مفاوضات كذا، لأنه حماس قدمت ما يكفي مرورا. أشكرك سيد أكرم، وأتمنى أن احنا نتقابل قريب، إما في القاهرة وإما في لندن، ومين عارف يمكن قريبا في القدس وهي عاصمة فلسطين. يا رب سأكون هذا الشهر بالقاهرة أستاذ يوسف. تنور سعيد، تنور يعني العيد أنا سأكون في القاهرة إن شاء الله. تنور تنور تنور، القاهرة تنور دايما. أشكرك جدا سيد أكرم عطالله، الكاتب والباحث السياسي المعروف، محدثنا من لندن.